يوم الثلاثاء اللي جاي تقريبا. هتروح تنتخب؟ اه ان شاء الله اكيد لازم ان شاء الله. لا والله ما اعرف يا بنتي. والله ما اعرف يا بنتي، والله ما اعرف. المرحله الاولى؟ المرحله الاولى اه. كنت امبارح والنهارده اول امبارح وامبارح. يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله. ما بيقولوا بكره وبعد. بعد بكره. النهارده بكره؟ لا كنت مش عارفه ايه بصراحه، وانا بابا هو اللي خلاني انزل بالعافيه. لا هو في محافظات فيها النهارده وبكره. تمام. طيب هتروح تنتخب؟ لا لا والله ما اعرفش، مش ناوي اصلا انزل انتخب بصراحه. النهارده وبكره. طيب هتروح تنتخبي؟ لا ما اعرفش، في اول 12 ولا في اول مش فاكر يعني. ناوي تنتخب؟ انا منتخب قريب، انا عندي واحد قريب في البلد انتخبته في محافظه الفيوم. كل واحد له قريب بينتخبه، ما حدش بيروح الا اللي قريبه بس.